صباحكم فن، صباحكم ترب، صباحكم مزيان. الحقيقة واحد يصعب عليه يرجع بعد هالغنية الجميلة هذية، مش أنا وحدي، الكل هنا كانوا يغني وشيخين، ومعانا السيد القاضي سي قاضي جعفر الربعاوي. نورتنا، مرحبا بك. واليوم اكتشفت زادة انه كيما عندنا برشا حقوقيون ولكن شعراء، احنا نقولوا اطباء ولكنهم يكتبوا شعر. سيد القاضي كيف كيف تتسلطن مع الاغاني الزمنيه القديمه الطربيه؟ مغروم مغروم مكلثوم خاصه. كلمات شكون الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها؟ كلمات بيرم التونسي والحان زكريا احمد. الله هكا في بالي هكا ان شاء الله ما نكونش عشق كبير الام كلثوم. لا نعشقها ام كلثوم. طيب سيدي، على كل بارع سي جعفر معنا اليوم في الاغاني الاصيله القديمه الترابيه وفي المجال نتاعو اللي هو القانون العقاري. الفقره نتاعنا لاقت استحسان سي جعفر، يبدو وانه برشا تفاعليه انتراكتيفيتي بين الفقره هذه ما يقدم فيها وبين الساده المشاهدين. طبعا اختي ناس نحييك ساعه ونحيي الساده المشاهدين. كما قلت راه ديما نعاودوا ونقولوا راه ما ثماش عائله تقريبا في تونس ما عندهاش مشكل عقاري. والبروفوني معناها قاعده تجينا معناها تليفونات معناها بصفه دوريه معناها وحتى الرسائل معناها كما عندنا مشاهد كريم بعث لنا فاكس يسهل معناها على وضعيه. شنو رايك سي جعفر لو تسمح يقولوا لي عندنا تليفون حاضر؟ مش نجاوبوا على التليفون وبعد نجاوبوا ناخذوا تليفون وفي بين التليفون والتليفون نجاوبوا على الفاكس يبارك. اذا كان تسمح. مرحبا، صباح النور، نقولوها لشكون؟ صباح الخير. صباح النور. الو عسلامة. صباح النور سي رضوان، سي مروان، مرحبا. مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم. سي رضوان لو تسمح باش نسمعك مليح. ايه. دونك سي رضوان معنا على الخط مباشرة، جوست باش نسمعك الصوت أنقى هكايا وأصفى برشا، دونك الوضعية نتاعك شنية اللي تحب تسأل عليها اليوم؟ تفضل. نحب نسأل الأستاذ، أنا مواطن أجنبي، معناتها مقيم في تونس. مغربي الجنسية. شريت عقار من امرأة. وبحكم أنا أجنبي طلبولي ترخيص من الولاية. عملت معها عقد بيع. وعد بيع؟ إيه. أما هذا عملته معناته كما تم، خلصت الفلوس، عملنا العقد عند محامي. واضح. وسجلناه في البلدية. قلنا طوندون استنى جاني الترخيص. جاتني رقبة تاع الوالي، ما حبيتش تمتثل تم اللي فيها، لأن العقد اللي عاملينه معناته هو قايدة فلوسها ونصحها وكل شيء. ما حبيتش تم اللي فيها. عملت قضية مدنية باش تمتثل تم اللي فيها. قضية مدنية في إلزامه بإتمام البيع وفي صورة رفض واعتبار الحكم يقوم مقام الكتب هكا. أيه أستاذ، هذا هو. أنا قاعد نستنى، حبيت نسأل أستاذ. واضح الاستفسار نتاعك، نوضح لاختي ناس والساده المشاهدين. المجتمع الكريم مغربي جنسيه ونحيوه ونحيو جميع المغاربه الاشقاء المغاربه. يقول شراء عقار بمقتضى معناها عمل وعد بيع، تعرف الاشكاليه نتاع الرخصه نتاع الوالي. نحن نذكر فقط انه ثم امر في 4 جوان 1957 يقول كل عملية عقارية طرفها أجنبي يجب الحصول مسبقا على رخصة تسمى رخصة الوالي. كنقول رخصة الوالي طبعا، وكل دولة ذات سيادة وتحترم نفسها طبعا من حقها تراقب طبعا إذا كان أجنبي باش يملك عقار في تونس. معناها يلزم معناها الحصول على الرخصة، والرخصة الغاية منها هي المراقبة نتاع العمليات هذه باش نعرفوا الأجنبي هذا علاش جاي لتونس، أو علاش باش يشري، وعلاش باش يعمل اندراب باش يستثمر. حماية يعني، حماية أكثر. منها أنا نذكر فقط أنت المرة رميت لي كلمه هكا على الملك الاجانب وقلت لي راهو يطرح اشكاليات كبيره، على الاقل نستغلوا السؤال هذايا في نطاق نشر نحن ثقافه القانون العقاري. نذكروا فقط نقولوا راهو العقارات الفلاحيه مثلا لا يمكن الاجنبي انه يملك عقار فلاحي في تونس. هذه معناها يتهنوا الساده المشاهدين والتوانسه الكل، مش ممكن راهو اجنبي يملك عقار فلاحي في تونس بمقتضى قانون 1264. هذا قانون الجلاء الزراعي الفصل الاول يمنع على اي اجنبي. وتعرف العقار الفلاحي اخت ايناس مربوط بالامن الغذائي وبالبطون نتاع التوانسه، اقتصادنا. هذاك علاش يقول لك القانون لا يمكن الاجنبي يملك عقار فلاحي. اذا كان اجنبي يحب يملك عقار يبعث في استثمار مثلا صناعي او سياحي فهو معفي من الرخصه.
الاجنبي اللي يحب يعمل مصنع ولا يعمل مشروع سياحي في تونس فهو معفي من الرخصه. نشجعوها احنا بمقتضى قانون 11/2005 اي اجنبي مرحبا به، مهم يعمل استثمار صناعي او سياحي فهو معناها ما متطلبش هذا رخصه من الوالي بور فاسيليتي لي بروسيدور نتاع الاستثمار نتاع. قعدنا السكن 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 المشرع واضح يقول لك اي عمليه عقاريه طرفها اجنبي يجب الحصول مسبقا على رخصه اسمها رخصه الوالي. اي وجينا الحكومة التونسية أبرمت اتفاقية الستان مع بعض الدول الصديقة والشقيقة بموجبها يعامل الرعاية متاع الدول هذه معاملة الرعاية التونسية اللي هم الأربع دول شنو نهم ليبيا الجزائر المغرب والنيجر. رعاية الدول هذه في استينيات نحن الاتفاقية هذه عملناها مبدئيا نقول مبدئيا يعاملون معاملة التونسيين بشرط امتياز احنا نقول امتياز طبعا تاع الاتفاقية في القانون حسب لي رشيد نورم أقوى من القانون الاتفاقية دونك الاتفاقية أبجل مالكش تبقى. لكن تعرف الاتفاقيات اخت ايناس مربوطه بالمبدا المعامله بالمثل ما ثم مبدا ريسيبروسيتي بين الدول ما ندخلوش في ديبا كبير هو اكثر منه معناها ديبا نظري. نذكر فقط انه المغرب ابرمنا معها اتفاقيه استيطان معناها بموجبها يعاملوا معامله الرعايه التونسيين عباره على تونسي معناها ينجم يملك في كل وقت. الاخ المشاهد الكريم يقول راني مع ذلك رغم انه معفي من الرخصه نذكره فقط راهو مغربي والحمد لله نحن في المغرب يعاملونا بالمثل وقاعدين التوانسه يملكوا في المغرب والمغاربه يملكوا في تونس مبدئيا ما ثماش اشكال نتاع معامله بالمثل. يقول هو ابرمت وعد بيع الى حين الحصول على الرخصه نتاع الوالي. تحصل اخيرا يقول على رخصه الوالي الا انه السيد اللي وعده يبدو أن القى بيعة أخرى خير ما حبش يكمل معها البيعة. أي بيع الغيره معناه في الحالتين أنا ما قالش موضحش يندرى بيع ولا بيعش نذكروه فقط نحطوا زوز فرضيات نتصوروه بيع ولا ما بيعش. الإجراء القانوني اللي يعمله هو يمشي يعمل قضية ما زال معنا ألو يا أستاذ بيع هو ولا ما بيعش أختي ألو أختي. يا أستاذ هو شوف هو ما بيعش اما راهو سلمني حتى الدار سلمها ليا. هو بايع فهمت من كلامك بايع. ما بايعش. سلمني حتى الدار راهو سلمها ليا خاطر خذا فلوسه على اخر اسمه. سامحني العقار مسجل ولا غير مسجل؟ فيه رسم عقاري؟ فيه رسم عقاري وسجلته انا زاد انت عملت القباله. انت عملت نعرف انت عملت قيد احتياطي في الرسم العقاري ولا؟ عملت قيد احتياطي. ممتاز ممتاز ممتاز. القانون ايش يقول في الحاله هذه؟ اذا كان عملت وعد بيع طبعا تقول لي انا قلت لك عملت وعد بيع اما هكن كانت حتى واضح سي رضوان واضح نفسر لك ونفسر للساده المشاهدين. كان عملت وعد بيع يلزم التواصل كل يسمعوا طبعا دي انا عملت وعد بيع خاطر انت عامل وعد بيع انا وين شكون جا دونك القانون يقول له يلزمك تعمل قيد احتياطي اكل وعد البيع تقيدوا احتياطيا في الرسم العقاري باش تعلم التواصل الكل اللي انت موعود لك بالبيع باش اي شخص يتعامل على العقار هذاك ما عادش يتمتع بكونه غير حسن النيه، ما عادش حسن النيه هنا، انا علمت التوانسه الكل قلت لهم راهو السيد هذا يوعدني باش يبيع لي العقار ومع ذلك هو باع. الحاله ذي يلتجا سي المشاهد الكريم السائل الكريم للمحكمه وهذا اللي عمله هو يقوم بقضيه مدنيه في الزام الواعد خاطر الواعد ملزم وجوبا بابرام البيع النهائي. يستدعاه المحكمه ويقوم بقضيه في الزام وفي صوره رفضه اعتبار الحكم يقوم مقام الكاتب، معناها الحكم اللي يصدر على المحكمه عباره على كاتب نهائي وكالكتب هذاك وكالحكم هذاك يمشي وقتا بعد طبعا بعد الاعلام به واللي حكم بات يخلص معناها في القباضه الماليه يمشي يصبوا في اداره الملكيه العقاريه وتنتقل الملكيه في هذه الحاله، معناها للسيد معناها نطمنوه نحن توا السائل الكريم الاجراء اللي عملته هذاك الصحيح. انت عملت قيد احتياطي مطالب باش تعمل قيد احتياطي عملته ومطالب باش تعمل قضيه مدنيه في الزام ويبرم كاتب بيع وفي صوره رفض واعتبار الحكم يقوم مقام الكاتب عمل الاجراء هذايا ما عنده على شنو يخاف ينتظر توا انت صدور الحكم معناها النهائي ويودع باداره الملكيه العقاريه وتنتقل الملكيه اللي هو نجاوبوا بعجاله بسرعه باش نمشيوا للتليفون الموالي سي جعفر. اذا كان البيع في حاله انه بعد وعد البيع البائع بيع لغيره تم البيع اذا كان الحالتين هنا اذا كان نتصور هو جاب ربي السائل الكريم عمل قيد احتياطي كان ما عملش قيد احتياطي الملكيه تنتقل للمشتري الجديد علاش خاطر المشرع يعتبره غير حسن النيه يقول لك انا مشيت طلعت على الرسم العقاري نقى ايناس تبلك شريت ما عندهم في باليش انا بالوعد البيع اللي ابرمته وانت مع السيد هذاك دونك هنا في كل الحالات يولي خسر العقار وما خسرش حقه ينجم يرجع وقتها على الواعد بدعوى مدنيه باش يرجعك الثمن اللي دفعه وكذلك ينجم يقوم عليه بدعوى في غرم الضرر تعرف الضرر حسب احكام الفصل 278 مجله تسميه العقود يقول ما فاته من الربح وما لحقه من الخساره
ولكن اذا كان عمل قيد احتياطي هنا هو ديما ننصحوا الساده المشاهدين والمتعاملين مع العقار، يا خويا عندك وعد بيع امشي قيد احتياطيين باش تنزع عن الغير قرية حسن نية. هو عامل قيد احتياطي، ما دام يعمل قيد احتياطي حتى كان صارت البيعه، حتى كان بيع السيد الاخر البيعه هذه لا يمكن نعتبروها كالغير هذاك حسن النيه. دونك يتم التشطيب بك الحكم هذاك، يتم التشطيب على الغير هذا ويتم ادراج. علاش قلت له انا توا احسن حاجه عملتها عندي قيد الاحتياطي، اك الحكم باش تاخذه من المحكمه تصبه في اداره الملكيه العقاريه ويطلع العقار باسمك انت. واضح. وعلى كل هو كلمنا في الوقت المناسب هاكا في السليم، اموره كلها في السليم واللي تبع القانون عاده يكون ينجو من كل المشاكل. نمشي والمعز معايا على تليفون المكالمه الثانيه. مرحبا وبيك، عايشك على السلامة، صباح الخير. صباح النور، صباح الفل. تفضل سيدي، شنو الموضوع؟ شنو الإشكال؟ السيد القاضي، أنا عندي الوالد متوفي من عام 87. ربي يرحمه. عنده ورث مع أخواته، خلاه أبوه أراضي فلاحية في ولاية المهدية. بما أنهم قسموا وأنا معناها أنا وأخواتي الوالد متوفي حطونا على جنب، معناها حطونا 16 شجرة وقالوا هذا الإرث نتاعك. فهمتني؟ وجاب لي عمي هذا الكبير اللي قسم، جاب لي ورقه فيها قسمه واحد، انا قسمه رضائيه. كتب مقاسمه، جاب لي كتب مقاسمه. جاب لي كتب مقاسمه وقال لي هذه ارضك وهذه ارضك وهذه ارضك، هو معناه كان بالكلام ما فهم شيء. مشيت السنه كل عام نمشي انا يجمع هما ويرقلوا في الامور، ومشيت السنه على اساس باش ناخذ باش نشوف خاطر اخواتي يحبوا يبيعوا. على اساس مشيت باش نمشي نشوف، اللي نمشي له يقول لي لا هذه خطيتك، لا هذه خطيتك، مالها القسمه هذه قسمه رضائيه كيفاش؟ انا ما فهمتش كيفاش قسم قسمه رضائيه ونحب معناها مثلا نعرف مصحين فيها الكاتب مقاسم، مصحين فيه انتم معز؟ مانيش انا بعد بريسك الشاب توفى 87، عام 88 89 هزني معناها عمي وقال لي هاهم تاع ابوك هذوما هذه هذه هذه. ما فما شيء معناه حتى على الوراق ما فماش حاجه تثبت. اي صححت انت ولا لا معز؟ انت صح صح, صح صح هو صح، لكن الواقعيين ما تسلمش منابه. صح المقاسمه لكن الواقعيين ما تسلمش. صححت سيد القاضي، صححت معناها عام 88 89 الحكايه، انا صغير وقت عمري 15 سنة. لا ما عندكش حق تصح وقتها، عمره 15 سنة. لا ما عندكش، انت قاصر وقتها، انت قاصر ما تجيش صح. هذاك علاش انا تو شنو الحل؟ نحب نعرف انا كيفاش ناخذ معناها ارث بابا. واضح سي معز، واضح. نذكروا فقط حتى التصحيح نتاعو يظهر لي على الشيء على حسب قانوني. الفرض الشرعي طبعا هو مجموعه من الورثه يملكوا بموجب الوفاه. نذكروا فقط الوفاه راهي حسب احكام الفصل 22 ما جات حقوق عينيه، يقول ثم خمسه اسباب لاكتساب الملكيه اللي هي العقد، الميراث، الالتصاق مفعول القانون، والتقادم المكسب للملكيه. دونك الميراث هو سبب من اسباب اكتساب الملكيه. الناس هذوما ملكه بموجب الارث. يقول نملكوا مع مومتي وقتها في الفتره هذيك هما قصر وما صح، ولا حتى كان صح العقد هذا باطل، وحتى كان ما نجمش ما نتصورش انا عادل اشهاد ولا محامي ولا في البلديه باش يقبلوا مصادقه ولا تعريف بالامضاء تاع واحد قاصر، معناها قانونا لا يمكن معناها الامضاء. على كل القانون هنا يبكوا على الشياع، مازالوا حال الشيوع، تقول لي هام عندهم كتب مقاسمه بين على الاقل اغلبيه الورثه. هنا القانون يقول لك ما عنده حتى قيمه قانونيه الكتب هذا، اذا كان يكفي واحد بركه ما صححش على كتب المقاسمه من بين المالكين، فانه ما تبقى الوضعيه على الشيع. الفصل 71 مجلس الحقانية يقول لا يجبر احد على البقاء في حاله شيوع، معناها انا كان نملك على الشيع راهو القانون يخول لي باش نخرج من الشيوع. كيفاش نخرج من الشيوع؟ نخرج بالقسمه. القسمه هذه قد تكون رضائيه، اذا كان نملك انا وعشر من الناس اخرين اتفقنا نجموا رضائيين، هبتوا مهندس مثلا نقيس بيناتنا، ومن بعد ما يعمل مشروع نتاع قسمه نجموا نمشيو لعدل الاشهاد ولا نمشيو المحامي ونعملوا كتب معناها نتاع مقاسمه يصح فيه جميع الاطراف. يكفي واحد بركه رفض معناها المصادقه على المقاسمه هذيك، القسمه معناها لا عمل لها ولا كيف ما الحال في السؤال نتاع معز يكفي انت فقط ماكش مصحح وماكش راضي، ماهيش قسمه غير قانونيه. دونك القانون يقول لك يا نمشيو القسمه رضائيه اذا كان اتفقنا الناس كل ما فماش هذه خد ساعات نسمع ساعات حديث يقول لك هو معناها الاغلبيه صادقوا، لا ما يلزم الناس كل تصادق. فماش اغلبيه، فماش اغلبيه، اذا كان واحد بركه رافض القسمه ما عندها حتى اثار قانونيه. نولي وقتها نلتجا للقسمه القضائيه، نلتجا للقضاء، والقضاء معناها هو اللي يكلف الخبير، والخبير معناها باش يتجاهل معناها العقار موضوع التداعي، معناها هو يعمل مشروع نتاع قسمه تراعى فيه ثلاثه شروط اساسيه اللي هي مصلحه الشركاء، لازم يراعي مصلحه جميع الشركاء. ايش معناها؟ تقول لي ايناس كيفاش معناها كي نبدا انا ارض مثلا، كي الخبير لازم يعطي من الباهي ومن الخايب، ما نعطيش معناها
تقول انت 500 متر كل واحد هذاك عادله لا اي نفس الحظوظ للناس الكل طبعا مش الارض على الكياس مش كما الارض الداخل هذه معناها الخبير أي. طبعا في طاقه معناها اختصاصه أي. ينجم يعطيك من القدمه الباهيه ومن القدمه الخايبه وهذيك هي القسمه معناها باش ترضي جميع الشركاء أي. مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك وحاله التصرف ان وجدت هذه جابها في القضاء معناها التونسي اذا كان ثم الناس معناها ربما معناها موجودين في مرخض جهومش معناها خلوه في بقعتهم بشرط معناها تكون عادله القسمه هذيك واذا كان لاحظ الخبير اللي كونه معناها ماهوش عادله تولي يدفع الشاط معناها الفرق في القيمه على كل انا ننصح سي معز معناها القانون يخول له باش يكلف احد المحامين في المهديه غاديكا معناها ويعمل قضيه في القسمه لدى المحكمه الابتدائيه اللي كان بدايه العقار وتو المحكمه تقضي بالقسمه طيب. ويخرج من حاله ويتمسك بحقه لانه يتمسك بحقه خاصه طبعاً. ما يعطيوهش علي بن ظفرين انه القسمه تمت والا رضائيه ماهيش رضائيه طنقه هو حسب ما يحكي يقول واقعيا ما خديش بايتي يقول واقع بايتك بل اكثر من ذلك اختي ناسر هو على ما يبدو اختاروا قالوا له هذا بايك فهمت هذا هو يعني لكن انا ما نحبش حتى نوصل حتى بين العائلات أي. ربما نشجع على الجانب الجزائي راه حتى في الاستشاره هذه فيها جانب جزائي أو اذا كان يتصرفوا في مشترك قبل اجراء القسمه راي جريمه يعاقب عليها القانون من 6 شهور لعام حبس نحن ننصحوه يبعد على الجانب الجزائي طبعا خلينا في الودي لكن على الاقل خلينا في الجانب المدني طيب. ينجم يعمل قضيه في القسمه باش يخرج من حاله الشيوع طيب تليفون واحد اخر سي جعفر اذا كان حاضر ناخذوه زيدا الو مرحبا الو على السلامه مرحبا مرحبا بك سيدي تفضل معك عبد الحكيم سميده بربي باش نسال الاستاذ مرحبا عايشك والله عندي موضوعي انا مع بلديه سكره برج الوزير خديت قطعه ارض اشتراك في الملكيه 2007 توجهت للبلديه على اساس باش نسيجها فهمتني ودوني برخصه سياج سيج ارضي بالكلونات بالزبله والخروبه و و و و سيجت ارضي على روحي في 9 ابريل 2011 في البريود تاع الثوره انا نخدم ديبلاسمون روحت نلقى السور الكل طايح الدنيا بدلك مشيت للبلديه قلت لهم شكون طايح لي؟ قالوا لي احنا ما طايحنا لك به شكون حاسين بعد قالوا لا بالك شي لاريو جابت مقاول قاعده التهيئه العمرانيه وكذا قلت له كيفاش يطيحوا لي هكاك بدون علم استشاره مول الارض يا اخي هكاك مسيب الدنيا في الاخر قدمت قضيه استعجاليه بوقف اشغال هذيا فهمتني تمكنوني معناها بالحكم استعجالي توقف الاشغال مو للاسف ما وقفوش الاشغال قاعد مواصلين هذه كل ذكروا الخبير العدلي اللي عملت لي المحكمه ذكروا في التقرير مكنوني في الاخر حسين تحملت المسؤوليه لاري واللوناس تحمل المسؤوليه في التطيح السياج هذايا البلديه عملت لي مع العريضه فيما يخص البلديه اسكو هي طايحت لي ولا لا البلديه ودتني شهاده لكن ما عملوش عليا قرار هدم هذه من ناحيه لا محمد رسول الله مكنوني بالحكم ابتدائي اذا خديت حكم ابتدائي معناها شي رجعوا لي ارضي ومع المصاريف نتاع المحاماه و و و و انت عملت قضيه ضد البلديه ما سي حكيم خاطر مش البلديه ما عملت ايد مع العريضه اللي كانوا ما طيحتنيش ضد شكون عملتها قضيه ما فهمناش ضد لاري ولوناس وي ضد لاري ولوناس فهمتني عدوا فيه الكياس وقتها وحشاك زيكو ومدري شنو فهمتني؟ وهي الارض معناها ما تتسعش هي الارض مقسمه معناها 150 متر كل واحد في برج الوزير نشكرونا معناتها معروفه هي الارض نتاعي انا واضح الكل في باله به مكنوني بالمحكمه مكنتني بالحكم ابتدائي باش يرجعوا لي ارضي فهمتني؟ توجهت انا للبلديه قلت هي برا خذيت حكمي توجهت للبلديه قلت لهم اعاده النظر في الموضوع نتاعي انا كان في قبل حبكم تعطيوني باش نمشي نبني على روحي تعطيوني من اداه البلديه جاوبوني بالوثائق عندي كل شيء الوثائق جاوبوني قال لك اول حاجه راه بالنسبه للزبل والخروبه لقد تم احتسابها وندر شنيا تخلصها اما حتى بالتقسيط ما يسالش صح تعدى الدوسي على اللجنه قال لك لا حرب جدتني نعم سيدي الاشكاليه فهمت الاشكاليه بالضبط مع البلديه رفضت تجديد الرخصه نتاع البناء من الاولى رفضت لي باش تعاودني هذا هو الاشكاليه نتاعك معناها علاش البلديه انت عندك رخصه ما دام عندك رخصه علاش تطلب في رخصه جديده انت؟ انا نطلب في رخصه جديده معك على الدار ما تمش راهو سي عبد الحكيم انت راهو ما تمش سحب حتى في الحكم
ما تقول لك كونه رجع السياسي نتاعي كما كان قبل. لا لا عندك رخصه انت، ما تم سحبها منك الرخصه. ما تم السحب، ما تم سحبها، دونك الرخصه الاولانيه تمشي هذيك. باهي توا الحكايه نتاع يانس الاستئناف، استئنفوه تعدت قلت البارح ما زدنا ما عرفش من اللي صار. استئناف يحبوا يدرجوا، استئنفوا لي لاري ولا لوناس يحبوا يدرجوا البلديه في الموضوع. قلت لهم المحكمة الموضوع هذا البلدية أخذت فيها رأي اللي كونوا ما طيحتوش السيدة دي تتحملوا أنتم جزء مسؤوليتكم. هذه هو نقطة القضية. لا إذا كان ثم واضح واضح، إذا كان ثم حكم صادر تو ضد لوناس واللي كونوا باش تعوض لك ثم يعتبر تعويض معناها على البنية اللي تم طيحوها البنية نتاعو، هذاك التعويض والحكم اللي صدر معناها حق من حقوقه، لكن على مستوى تعويض فقط. أي. مشكلته هو تو ما عادش مع لوناس، لوناس باش تعوض له هذاك اللي كان تم هدمه، لكن مشكلته مع البلدية، يقول البلدية رفضت التجديد نتاع الرخصة نتاعو. قلنا له نحن تو المستمع المشاهد الكريم راهو إذا كان ثم رخصة من الأول خرجت وما تم السحب هالرخصة هذه فالأصل ما لا تبقى، الرخصة هذه تبقى سارية المفعول. وإذا كان معناها ما 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 طبعا البلدية معناها تقول اللي كم تم سحبها ما عليه إلا إثبات ذلك. ينجم يبعث لها تنبيه عن طريق عدل المنفذ ويتلقى منها الإجابة نتاعها، ولا ضوء هذيك ينجم يعمل إذا كان ثم قرار بالرجوع مثلا في منح الرخصة، ينجم يعمل قضية لدى المحكمة الإدارية معناها في دعوة في تجاوز السلطة لإلغاء معناها القرار هذه نتاع البلدية، معناها ينجم يطلب بصفة وقتية من السيد الرئيس الأول المحكمة الإدارية مطلب في إيقاف تنفيذ القرار هذا. والأصل معناها مادام يقول له عنده رخصة نتاع بلدية ومشكلته مش في الرخصة قانونية، هو أخذها ويقول معناها قانوني أنا وشاري وشات ملكية ومدرجة بالسجل العقاري. البلدية هنا إشكاليته هو مش في مشى عمل القضية للنظر لإزالة البنية نتاعو وتم حسمها معنا قضائيا، ما عاد البلدية في هذه الحالة إلا أنها معنا إذا كان ثم طبعا سحب حاجة أخرى، إذا كان سحبه من الرخصة تجاوبه هو يبعث لها عدل منفذ بشي في الجواب. طيب. بتاع البلدية دي بتاع المكان. طيب سي جعفر خلينا نمشي للفاكس بعجالة. الفاكس الفاكس بعجالة هو يقول رو عندي دار حبس والمحبسة هذه من عام 42 أنا حبستها لثلاثة بنات وحفيدة. أي. وكلفت راجل الحفيدة متاحة بتصرفك العقار ذاك. للأسف نحن في الاستشارة هذه باش نجاوبوه معناها باش ناخذ زوج فرضيات خاطر كان نجم يقول لنا اسكو العقار مسجل ولا غير مسجل، ناخذ زوج فرضياتنا. تعرف أخت إيناس الحبس الحباس في تونس على العكس زاد كيف كيف ما يشاع. راهو صحيح أمر 1957 ألغى نظام الحباس، ما عادش نجموا نحبسوا معناها من بعد 57. أي. لكن لحد اليوم راهو لليوم نصفيوا في الحباس، لليوم موجودة الحباس في تونس وقاعدين نصفوا فيها وهي بالآلاف وهي مشاكل عالقة طبعا مشاكل عقارية كبيرة. الحباس تعرف اش معناها حبس عقار لا يتباع لا يتشرى لا يترهن، معناها عقار ميت هذه خارج الدورة الاقتصادية. هو في كل الحالات باش يحل الحبس معناها ما عليه في هذه الحالة إلا أنه يلتجأ معناها للجنة الجهوية لتصفية الحباس الخاصة والمشتركة. أي. الموجودة على مستوى كل ولاية، يبدو أنه عمل هو المطلب هذا نتاع حل الحبس ولحد اليوم ما زالوا ما نظروش. وكانت تذكر الأسبوع الفارط قلنا راهو بعض الولايات للأسف معناها خاصة ولاية نبل نقولها على المباشرة، ما ثم ولايات تخدم قاعدة تخدم في تونس كما تونس مثلا اللجنة قاعدة تجتمع كل يوم خميس ثم جلسة. في نابل أنا أحد المحامين كلمني قال لي ثلاث سنين اللجنة هذه ما اجتمعتش والمصالح العباد قاعدة متعطلة ودعوة بكل لطف معناها اللجان هذه الجهوية لتصفية الحباش باش يسرعوا في حلان الوضعيات العقارية متاع السادة المواطنين. أراو كما تعرف العقار معناها تترتب عليه عدة إشكاليات. أي. على كل في هو بالنسبة له كانوا عقار غير مسجل ينجم راهو ما عادش يلوج على الحبس خاطر عقار غير مسجل، نوليو نحكيو حتى على الحوز والتصرف ما مش مطالب باش يحل الحبس هذايا خاطر دفات تحله. ينجم يمشي يعمل قضيه في القسمه في العقار هذايا ويعمل قضيه معناها لتصفيه المشترك بيناتهم والمحكمه تقضي بالقسمه. طيب هذا اذا كان مش مسجل، اذا كان مسجل مربوط هو وقتها خاطر في الرسم العقاري باش يلقى فونداسيون حبس ما ينجمش معناها يحل الحبس هذايا الا من خلال قيامه بمطلب لدى اللجنه الجهويه. في صورة النزاع يقول القانون في صورة النزاع يولي يمشي للمحكمة الابتدائية معناها يولي نزاع عند المحكمة الابتدائية. الحاجة الجديدة هو هنا بمقتضى القانون بتاع التحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود الفصل 6 من قانون التحيين يقول في صورة إذا كان تعلق الأمر برسم مجمد فإنه بإمكان المحكمة العقارية في طاق مطلب تحيين نجم يعمل تحيين يكلف محامي يقول له اعمل لي مطلب تحيين في المحكمة العقارية ويطلب معناها حلانك الحبس هذاك وتصفية الوضعية نتاعو تبقى قانون بتاع التحيين.
شكرا لك سي جعفر. نعاود نذكر اللي عندنا ارقام تليفونات، عندنا فاكس زايده ينجموا يتواصلوا معنا سيدة المشاهدين، وقديش مهم انه نراو تفاعلكم تجاوبكم مع الفقره هذه، لانه القانون يبدو للعموم سي جعفر توافقني يظهر لي في شويه تعقيدات شويه طبعاً صعوبات طبعاً. ولكن بالطريقه هذه يظهر لي نجموا نذلوها ان شاء الله. هو خاصه الماده العقاريه تعرف ماده ترو تكنيك بصراحه، تقنيه ومعناها ويزم واحد يتعامل معها، معناها كما قلنا باش يساعدونا سيدة المشاهدين، او كي يعطي استشاره ولا يعطي هكا يقول لنا اسكو مسجل ولا غير مسجل، باش نجموا نجاوبوه نحن، خاطر كل نظام راهو عنده قانون نتاعو. فما نظام العقارات المسجل عنده مجله ما لا تنظمه، والعقارات الغير مسجله كيف عنده قانون ينظمه، دونك باش يسهلوا علينا الماموريه نهار اخر كي باش يستفسروا يعطونا الوضعيه نتاع العقار، فيه تيتر ولا ما فيش تيتر. على هما كي يتبعونها وكي يعرفوا الاسئله أكيد. وشنو ما التفاصيل المهمه باش يسهلوا الاجابه وتكون اجابه شافيه وظافيه ان شاء الله. شكرا لك سي جعفر الربعه ويعطيك الف صحه. نعرف اللي مغروم برشا بالغناء او اغنيه اخرى هذه من الكاظم الساهر، وراجعين مواصلين الى الواحده ظهرا. مالي خليل أحب وافتري ناري عشيق نار تحرك حالي، مالي خليل أحب وافتري ناري عشيق نار. صباحكم تونسي من جديد، بطعم النجاحات بطعم الاختراعات بطعم الشباب اللي عندنا، في كل مره يفاجئنا بمعطى جديد باختراع جديد ويقول مره اخرى انه التوانسه بخير وشبابنا بألف خير. باش نرحب ترحاب خاص اسمحوا لي بهيثم حداد. مرحبا بك هيثم بحضنا. مرحبا اختي ناس. مرحبا بك، سعيده جدا بحضورك هيثم، ويظهر لي المقدمه لا تفيك حقك الحقيقه. خليني نقدم هيثم. هيثم بحذانا وفي يده الاختراع نتاعو اللي من خلاله باش يذلل الصعوبات لبرشا ناس فاقدي البصر في تونس وغير تونس ان شاء الله. دونك هيثم اعطيني الفكره كيفاش جات من الاول بالكل، كيفاش فكرت في هالاختراع هذي؟ الفكره بدات من نقاش معناها مع بعضنا نحن المكفوفين، فهمتني، نحكيو في جروب تاع ميسنجر، وبدات معناتها ديما اول واكبر مشكله هي التنقل، معناها بالنسبه للكفيف راهو في البلدان الكل، مش مانيش نحكي كان على تونس رب صفه عامه، معناها خاطر احنا الجروب مخلطين معناها جزائر تونس ليبيا مغرب مصر
فهمني سوريا مخلطين معناها من البلايس كلهم يحكيوا في نفس الكلام يعني اللي هي المشكلة في التنقل. التنقل وإحنا في العادة رينا ديما الكفيف لو تسمح لي هيثم وإلا الفاقد البصر ديما يستعمل اون باجيت هكا ولا وإلا يستعين بشكون بجنبه معاه من العائلة ولا رفيق باش ينجم يتنقل براحته. العصا البيضة مشكلتها عندها حد معين معناها هي طولها طول معين ما تفوتش. بينما الأباريت أو اللي قديتها أنا معناها من زيرو لكات متر يعني فيها أربعة متر معناها. بيه ساق بالكم شيء نجم نقوله الحاجة أم الاختراع. تعودنا إنه الحاجة تكون هي سبب الاختراع أم الاختراع. دونك هذا يظهر لي يفسر مليح اليوم إنه يكون الاختراع هذا بين يديك. أي خاطر أنا دجال حتى الطريقة اللي عملتها بها باش تكون هي حاجة كونفور معناها بالنسبة للكفيف. أي. خليته ليبر في كل شيء. خليته ليبر وأنه هو يحكم في الديستانس خليته ليبر وأنه هو يحكم في المود متاعها يعني. كيفاش باش تخدم هي كيفاش باش تجاوبك سو فورم دي سونري ولا فيبراسيون. باهي خلينا واحده واحده هيثم لانه موضوع مهم برشا ونتصور برشا يتفرجوا فينا يحبوا يعرفوا برشا معطيات على شو اسمه هو هذايا اوفركوم شو اسمه سمينا اوفركوم اوفركوم او في او ار سي او ام او فوالا واضح اوفركوم دونك الاختراع هذايا اللي باش نحكيوا عليه اليوم. قبل كل شيء شنو عامل انت هيثم يعني عندك علاقه بتسكي تقني ولا من كوتي اللعب علاقتي كبيره معناها اللعب نتاعي ملي صغير 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 اي معناها ديما نلعب مع امور التكنيك مي بون ما كملتش قريت بحكم عيني وكل شيء والله توا ماذا بيا معناها اختي ايناس والله نداء حتى من هنا معناها ماذا بيا السيد وزير التعليم العالي معناها يخليني ندخل للي فاك يعطيني الاكسي على خاطر عندي اباري اخرى من بعد هذيا ديجاتهم بعد يعطيك بمعنى شنو يعني تدخل تقرا تدخل مش نقرأ. تبحث باش نجم اي نتكون اوموا على خاطر الاباري الثانيه معقده برشا اكثر من هذه. خلينا في هذه احنا هذه ديجا نحتفي بها اليوم وفرحانين بها. دونك انت بدات الحكايه بغرام من الصغرى تحب كيما برشا صغار احنا نقولوا موهوبين هيثم يعني عندهم هالمهاره هذيا انهم يفكوا كرهبه يفكوا اي حاجه بين يديهم ويعاودوا يركبوها من جديد. من هنا بدات من الصغر نعملوا فيها موديفيكاسيون ولا كذا هذيك هو هذيك اللعبه نتاعي يعني هو كان الليجو فهمني الليجو هو اللي كنت معناتها نصنع بيه الحاجات اللي نتخيلهم انا في مخي فهمني وكبرت بيك الحكايه كبر بيك الغرام كي كبرت وليت نصلح حاجات تكسر حاجه كي نصلحها والا ناخذ حاجه مكسره ونصلحها واضح فهمتني هذه يقول القايل منين بديتها ها لو حكينا نبتدي منين الحكايه معاك هيثم في هالاختراع هذا منين بدات الحكايه التفاصيل الاولى كيفاش خممت فيها خممت فيها مبدئيا من برا معناها كحاجه باش تعاون الكفيف وكل شيء مي اللي معناها بهت فيه وهو يعني السوم نتاع الحاجات هذه البرا غاليين برشا يعني ما برشا 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 تويسه ما يقدروش مثلا لا 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 نفس اورو هذه ليكيفالون تاعها نفس اورو ومش فرد دي زوبسيون اي نفس اورو وتحب حتى نبعث لك والله الباج نتاع القطعه في الاوروب واقرا وحدك وشوف وقارن وحدك معناها فهمتي دونك هذه صنعت بايدي تونسيه بعقل 100% كلها القطايع وكل شيء والبلاستيك وكل شيء من تونس كيفاش الفكرة كيفاش جيت من الأول بالكل يعني استعنت بحد متكون في المجال هذايا استعنت بالإنترنت باش استعنت بالضبط بالإنترنت من ناحية الريشيرش والقراية خاطر قريت شوية السي بلس بلس لونغاج باش هي عملت بها الكود من بين الميكرو كنترولور معناتها الكابتور نتاع الالتراسونيك هذا اللي هو الاشي اس ار 04 اي فهمتني باش عملت الكومباريزون نتاعهم وزدتهم من بوتونسيومتر باش عملت كيفاش نفسرها لك يعني الكونفرتيسيون ما بين السينيال نوميريك وانالوجيك باش يخرج الديستانس وباش معناتها انا نحكم في الديستانس اي به فسر لي توا عمليا ايش نجم نقولوا يعني الكفيف كي يبدا في يده الاختراع هذايا الاوفركام هذايا شنو ينجم يعمل باش ينجم يعاونه ينجم انا نسالك وانت قول لي مثلا ينجم يخليه يستغني على المرافق اي بتبيع ممكن يستغني على الباجيت في يده لا الباجيت اكيد ترجع للكفيف هذيك على خاطرنا نحن انواع عرف من ناحيه الباجيت اي فما شكون اللي يستعملها فما شكون ما يستعملهاش وفما شكون اللي ما يستعملهاش برشا فهمتني لهنا ترجع للكفيف انا ديجا معاها سيبور راه اي اللي تنجم تركبها في العصا انا علاش قلت لك عملتها بطريقه ليبر اي باش خليت الكفيف هو حر
تري بيان. اللي يحب العصا هاكا عنده سيبور، اللي ما يحبش العصا عنده كيما هكا يستعملها كيما هكا في يده. طالما الجهاز هذايا في يدك ينجم يديتكتي نقولوا احنا لي زوبستاكل اللي قدامك هيثم مهما يكون كبرهم اي حتى خيط نتاع الشريطه معناها ولا تل ينجم يديتكتي يديتكتي هاي دونك عالي الجوده هذايا عنده دقه عاليه على مستوى الدقه مجربينها انا توا معناها بايع 12 و5 وتو قاعد نصنع في 8 اي كعبت خرين معناتها للجروب تاع لي بوشون دامور اي فهمتني اللي هو تيسير تحية تيسير اللي كان حاضر بيناتنا واللي الحقيقه استضافتك برمجه لها من لي بوشون دامور وحضور تيسير بيناتنا هو معاوني في كل شيء كيفاش عاونك كيفاش على انا مستوى كل شيء كل شيء انا وقت اللي قابلت تيسير راه ما كانتش هكايه راه كان كاش بلاستيك كانت بيل عريضه عرفت 9 فولت اي هذيك كانت انا كنت مفرخها من داخل وحاط فيها القطايع وكنت خايف معناها خاطر تعمل ليش ماس معناها فهمتني هو اللي عرفني بشكون باش عملنا احنا الكاش هذا توا اون 3 دي اي خاطر الكاش هذا مقسم حتى من داخل فيه بقايع القطايع اي مش كيما كنت عامل انا قبل الكاش هذايا انيق زاد هيثم يعني انت اي اي ليه ديزاين وعملنا له اي عملنا له خدمنا خدمه صحيحه فهمتني طيب خلينا نرجعوا للاختراع هذا دونك خلينا نبسطوا للناس اللي يتفرجوا فينا هيثم اليوم ينجم يتنقل في أروقة التلفزة باستعمال الجهاز هذايا اي بالطبيعه ينجم دونك شنو ما قلت لي لي زوبستاكل الكل عنده علاقه بالصوت بالاكتظاظ مثلا انا نحب نمشي للمرشي نجم نستعمل الجهاز هذايا تحط فيبرور تحطه ما اي فيبرور لا حبيت نقول يعني كي يبدا المرشي علاش خديت المثال هذايا لانه يبدا عندك بلوزيغ اوبستاكل عندك برشا حاجات قدامك دونك ينجم يديتكتي عدديا برشا دي زوبستاكل قدامك نورمال اي هو ما يهموش في العدد تاع لي زوبستاكل هو يهمه في الاسباس اللي قدامك اسكو فما حاجه قدامك ولا اي ويعمل لك سينيال يعمل لك سينيال فيبراسيون ولا فيبرور لهنا انت عندك العجله هذه تو كيما قلت تحكي لي انت مرشي مثلا تولي تنقص علاش خاطر فما اكتظاظ حتى لكن باش تحط العجله القدام على الاخر معناتها يولي يخدم على 4 متر هكا يولي معناتها على على اسباس كبيره يولي ديما يسوني ولا ديما يفيبري فهمني كي يبدا معناتها بلاصه ضغط تولي تنقص معناها دوبك دوب قدامك مثلا تاع كيما نقولوا 75 سنتي مثلا فهمتني هكا سافا ولا متر ماكسيموم مثال باهي واضح كي يبدا اسباس كبير تحط 4 متر كيك على كيفك دونك هذه تضبطوا انت سلفاً يعني اي ملي مانيوال مو هاي العجله ديجاها قدمها ولا توخرها ما فيها حتى شيء معنا طيب وين باش توصل بيك الطموح هذايا هيثم اليوم للناس اللي تتفرج فينا للناس اللي تحب تتواصل معاك للناس احنا نشجعوك هنا وسي با دو لا بيبليسيتي الحقيقه يعني هذايا اشهار لكفاءات تونسيه هذايا اشهار الناس يخترعوا من لا شيء من لا شيء وصلوا يعملوا جهاز هذايا يذلل صعوبات للملايين دونك فين باش يكبر بيك الطموح وين يهزك هيثم والله عندي اني قلت لك عندي تو لاباري بون هذه حاجه اخرى معناها فهمتني اباري من نوع اخر معناها ديجا غاليه برشا حتى في الاوروب يعني قلت لك غاليه برشا فهمتني بون نحب نعمل حاجه شنو الوظيفه نتاعها والله بون باش نلخص لك في كلمه هي انتيليجونس ارتيفيسيال معناها وظيفتها مش وظيفه معناها الذكاء الاصطناعي وين يمشي إيه تقرا لك كل شيء يعني كي تكبتي لك مثلا بنك تقول لك راهو بنك كي تكبتي لك طاوله تقول لك راهي طاوله بالصوت يعني تسمعها كلمه اي فهمني فيها جي بي اس فيها برشا حاجات اخرين مي المشكله كيما قلت لك لهنا لازمني ندخل للابوراتوار تاع فاكولتي القانون ما يسمح لهمش كي نمشي نكلم مدير تاع فاك ولا كذا يقول لي ما يسمحلكش ليك انت اي ما يسمحليش لي انا خاطر مانيش نقرا انا فاك الفاك هذيك اي دونك لهنا انا والله نتمنى من سيد وزير التعليم العالي ولا نعرفش شكون مسؤول على الموضوع هذايا اللي انه يعطيني لوتوريزاسيون اني نكمل البروجي هذايا على الاقل قبل ما يوفى العام معنا هو النداء مرة أخرى باش نسوقوا على لساني أنا المرة هذه رجاء أنه سياسة البلاد واللي ينجموا عندهم علاقة بالمواضيع هذه أنهم ينتبهوا لهالكفاءات هذه كفاءات هذه في بلدان أخرى يوفروا لهم كل شيء باش يصنعوا اختراعات مماثلة لهكية ويحتفوا بهم ويقدموا لهم ويسهلوا لهم حتى عملية التسويق فياريت لو كان ينتبهوا لكم نختم معاك هيثم شنو نجم نقولوا والجمعيات زادة معناها نتمناها وأنا معناها تدعم القطعة هذه وتخوها خطر المشكله وانه راهو المكفوفين اغلبيتهم ما يخدموش اي ما ينجمش راهو هو باش يتوفر على سعر القطعه فهمت كيفاش يعني هي المفروض راهو الجمعيات ولا الشركات الخاصه ولا فهمتني هما اللي يتلهوا بالموضوع هذا معناها هما اللي ياخذوا
ويعطيوا للمكفوفين هذوكم. هو فينا اللي يخدموا راه ولكن نسبه قليله. اي بيناتنا هو المفروض وانه انت تفكر انك تخترع انك تبدع ولكن تذليل الصعوبات الاخرين الكل على عاتق الدوله. انا باش نقول لك يعطيك صحه هيثم، سعيده جدا حضورك، شهاده مميزه، شهاده ايجابيه الشباب عايش. تونس وقت اللي نمنوا بهم شنو ينجموا يعطيو وشنو ينجموا يعملوا. شكرا هيثم حداد مره اخرى. نمشيو للنغم هذايا اللي عندها لي بالاسمر وراجعين. احلف يمين الله ما عمري قلت الآه ولا أسدت الوالي عيونك الحلوة خانتني عالشكوى شكت لأمين الحي ان شاء الله صباحكم فن. معنا الاختيارات الموسيقيه، نحب نحيي انيسه على الاختيارات، اجتهادها في اختيار الفواصل الموسيقيه. نحكيو صحتكم بين ايديكم مع رنا الغيلوفي، دكتوره رنا الغيلوفي رئيسه قسم بمعهد التغذيه. مرحبا رنا، اهلا وسهلا. يعيشك، مرحبا بكم كل المشاهدين.
يعيشك. دونك نحكيو في الفقره هذه ونمرر كيف العاده برشا نصايح، نصحح برشا عادات وبرشا معتقدات. اليوم باش نحكيو على المشتقات الحليب والمستحضرات الغذائيه. قبل كل شيء نعرفوهم نفسروا للناس. الحليب ومشتقاته، مشتقاته معروفين معناها، يعني عندك يا اما الياغورت، الجبونات بانواعها، والزبده اكسيتيرا. وعندنا معناها في العوام الاخرانيه خرجوا مواد جديده خاصه في لي سبيسياليتي ليتيغ، معناها تنجم تلقى ياغورت ما هو اسمه ماهوش ياغورت، ما هو معناها جاي من الحليب اما ماهوش ياغورت. لازمنا نعرفوا اللي مشتقات الحليب فيهم قانون، معناها لازم يكونوا على الاقل 80% ولا اكثر ديما من الحليب، ونزيدوهم كنكهات اكسيتيرا. تو نشوفوا بعض في الفوارق اللي في المستحضرات الغذائيه، مثلا بالنسبه للجبنات انت منظره يظهر لك جبن، ما هو ماهوش جبن، تلقاه كله زيوت نباتيه وما فيها حتى علاقة مع الحليب. أيوة عادي، هو منظر ومنظر جبن. أيوة عادي، هذا نحكيه قانونا، يعني نحكيه قانونا عادي، عادي أنه يكون اسمه جبن وما هوش جبن، يكون مستحضر قريب للياغورت وما هوش ياغورت ويتسمى ياغورت، عادي هذا؟ لا، هاول كيفاش المستهلك يعرف، لا ما هوش عادي. وتو نعرفوا كيفاش نفرقوه. الاسم ما تلقاش اسمه ياغورت، هنا تنجم تكون شوية مش غلطة المستهلك، ما عدم ثقافة المستهلك في المواد الغذائية. أنت منظره المنظر يظهر لك ياغورت، المنظر يظهر لك جبن، ما كي تجي تقرا الاتيكيت ما تلقاش اسمه جبن. دونك هذيك احنا لي كونساي والاستوس اللي باش نعطيوها للمستهلك باش يفرق، باش يفرق. هنا باش ما نصعبوش ياسر، ما لازمنا نقولوهم زاده. عندنا مشتقات الحليب كيما الجبونات، عندنا المستحضرات الغذائيه اللي هي ساعات تلقى ما فيهاش حليب، وعندنا حاجه في الوسط اللي هي تنجم تتسمى سبيسياليتي ليتيغ ولا سبيسياليتي فروماجير، اللي فيها شويه حليب من 30 الى 60% والباقي مضافات غذائيه. دونك نبدا من الاول مشتقات الحليب. باش نبداو بالجبونات والواحد. هنا فما خطر ميكروبيولوجي، معناها سي دي ميكروب اللي هما كيما عندنا زوز امراض لازمنا نبعدوا عليهم، هما السل والحمى القلاعيه اللي هي التوبركلوز والبروسلوز. اي عافينا وعافيكم الله. اي فوالا، هذوما ديما ماذا بينا ناخذوا، ما ناخذوش الحليب الطازج اللي الطازج اللي يتباع معناها نامبورت او، معناها تلقى دي بوان دو فونت يبيعوا ماهوش مراقب. هنا ماذا بينا ناخذوا اللي تحكي على الصبه لهنا، الصبا والاخطر من هذا، على خاطر الحليب الطازج نجم نقولوا غليوه تو يتنحى منه. من المشكله وين؟ في الرايب، في البن، وفي الريغوتا والجبونات البيضة اللي تتعمل دون فاسون ارتيزانال، ما هي تنجم تنقل لنا الامراض اذا كان ما يغليوش الحليب بالكدا اللي قاعدين يحضروا فيها. شو نعملوا هنا؟ تونسي يحب ديما الريغوتا العربي. احنا نميلوا للعربي ديما، نقولوا السلامه غادي، البنه والسلامه والصحه في كل ما هو عربي ودياري. صحيح، يبدو لي لا هكا كي نتبعك، مش ديما على الاقل. مش ديما اذا كان تبدا البوانت فونت ماهيش مراقبه. دونك شو لازمنا؟ هذوما عملوا، عملت لهم وزاره الفلاحه انا غريمون، معناها ترخيص صحي، معناها كل شيء مراقب، اللي ما فماش الامراض هذيا، وينجم معناها اللي عنده لاتولي ولا المعمل هذيا الصغير يصنع بطريقه ارتيزانال. هنا نحكيو خاصه على جبوناتك لونها ابيض نون كويت والا الريغوتا، هذوما موجودين على كوب تلقاهم، معناها فما ماركيت من غير ما نذكروهم، تمشي لاي معناها نقطه بيع نتاع فضائيات تلقاهم يبيعوا فيها معناها كالريغوتا العربي، اما مراقبه وجايه معناها من معامل مراقبه. دونك مره اخرى ديما نقولوا وانه الحذر هو من المستهلك، المستهلك هو يلزم يجتهد لهنا ويزمو يتبع ويقرا ويشوف المنتوج اللي باش يشري، ولازم يبعد خاصه على نقاط البيع نتاع الحليب اللي ماهيش مراقبه ومشتقات الحليب. كملنا منه هذا، نمشي وتوا للمستحضر الغذائي. هذا هما يسميوه بسودو فروماج، مثلا تلقى هاك الجبن المبشور، معناه الغبي اللي انت باش تعمل بيه طاجين ولا اللي هو. احنا هذايا نحبوه برشا في الكوجينات نتاعنا، نستعملوه برشا. وبرشا فما زاده الموزاريلا اللي هي معناها لو فو فروماج، انت منظر ومنظر موزاريلا يعطيك من بعدك التكستور اللي انت تلوج عليها باش تعمل بيتزا اكسيتيرا.
اما هي ما عندها حتى علاقه بالجبن وما عندها حتى علاقه بالحليب، مستحضر غذائي. الحاجه الباهيه تلقاه مكتوب، معناها الحاجه الباهيه للمستهلك انك تلقاه مكتوب، معناها ما تلقاهش مكتوب موتزاريلا ولا ولا جبن ولا حتى الجبن المطبوخ هذاك التريانجل ولا كاري، راهو فما منه بريباراسيون اليمونتير. هنا نردوا بالنا شوي، كي باش نشري وانت مش في بالك تشري في جبن، معناه الفطور الصباح خاصه الصغار اكسيتيرا، وانت قاعد تشري في مستحضر غذائي. دونك تقرا المستحضر الغذائي ذا شنو فيه، فيه برشا زيوت نباتيه، واللي نخافوا منهم هما الزيوت النباتيه المهدرجه اللي كيما الويل دو بالم، زيت النخيل اكسيتيرا. دونك هذوما هذوكم هما اللي فيهم الغيسك، معناها اللي هما مصنعين اللي يكون من غادش، اي الاختار يجينا من لاسيد غرا ترانس اللي هو معناها مصنع، على خاطر عندنا سيد غرا ترانس تلقاه في الحليب العادي، تلقاه في الجبن العادي، اما هذايا الطبيعي احنا نخافوا من كل مهدرج. اي هذيك فيه زيوت غير صحيه نجم نقولوا ومخطره على صحه الانسان. دونك انا ننصح المستحضرات الغذائيه دي نبعدوا عليها. توا عندنا المواد اللي جايه بين البنين، اللي مشتقات حليب اما مش كلها حليب، على خاطر باش نعطيك انا ليكزامبل سهل ياسر نتاع الياغورت. الياغورت مثلا، انا حبيت نعطيك اكزامبل اخر ومن بعد نمشيو للياغورت. الجلاس وين نصنفوه؟ لا الجلاس اللي نستعملوه بلا نستعملوا فيها حليب مثلا، فيش نستعمل. اي هذيك كريم جلاسي مش السوربي. الكريم جلاسي ماهوش في مشتقات الحليب، اما هو مصنع من الحليب، من وفي برشا حاجات اخرى اما ماهوش من مشتقات الحليب. طيب الجلاس تو نحكيوا عليه وحده، نحكيوا عليه ومشيوا نقربوا له الدنيا برشا اكثر. باه دونك نمشيو للياغورت. الياغورت مثلا باش نعطيك انا اكزامبل، انت ماشي في بالك باش تشري خاصه مثلا امبو نتاع حاجه ابواخ، انت تتخيلها ياغورت ابواخ، اذا كان ما تلقاهيش في البو مكتوب عليها معناها ياغورت يتشرب ولا حاجه كيما هكا، تلقى عليها سبيسياليتي ليتيير. هنا ايش فيها؟ تلقى فيها الحليب شويه، تلقى فيها لاميدون، تنجم تلقى حتى الجيلاتين في بلدان اخرى، تنجم تلقى فيها لي زيبيسيسون المخثرات، تلقى فيها برشا حاجات خاطيه الحليب. هنا ماهوش ياغورت، دونك المنفعه لهنا اقل، المنفعه اقل والحاجات الكومبوزيسيون اضر مضره، معناها فما حاجات اللي احنا ما نحبوهاش، معناها كيما لاميدون موديفي. نوضحوا اكثر دكتوره، دونك الياغورت ضروره يبدا مكتوب عليه ياغورت، ياغورت ضروره ضروره اختياري باش نعرفوا اللي هو ياغورت، القانون هذاك اش يقول، سينو ماهوش ياغورت، سينو ماهوش ياغورت. واضح، دونك من هنا جاي بين ذفرين لو تسمحوا لي التحيل والا الذكاء، تحيل المشروع هو باش ما نعطيوش سونس بيجوغاتيف، الذكاء نتاع المصنعين ونتاع المستثمرين هذوما انهم ما يكتبوش عليه ياغورت، يمشي في بال الشاري انه ياغورت ويشري، يحط عليه ماركه للماركتينغ، معناه اسم تجاري مثلا، اي اسم معناه. اذا كان ما تلقاش كلمه الياغورت راك ماكش قاعد تاكل في ياغورت، معناه ماشي في بالك باش تعطيها غوتي لصغيرك تقول لها نعطي فيه في حاجه صحيه، على خاطر الياغورت حاجه صحيه ماذا بينا يعطي. وراه في القانون الغذائي الياغورت ما لازم فيه كان الخمائر نتاع الياغورت والنكهات، واذا كان فما السكر معناه اكهو ما عنده الحق يزيد فيه لا نشي لا مضافات غذائيه باش يخثر لا حتى شيء، كان ما لقيتش راه ماهوش ياغورت. حاجه اخرى ما دامنا في التغذيه وبرشا عباد يعملوا ريجيمات اكسيتيرا، ياخذوا مثلا كل الجبونات اتارتيني اي ويبداو لايت، هذوكم اذا لايت كم... معناها 0% مثلا، مثلا الليجي اون ماتيير غراس، معناها فيهم الليغاسيون نوتريسيونيل، هو ماشي في بالو في ريجيم باش يبعد على الجبونات على خاطر سي ان بو غرا، وياخذ حاجات منحين منهم الماتيير غراس وفيهم. بلزمنا نعرفوا راه هما توندونس على فكره برشا، معناها توا اللي تسمع سورتو توا فما دي جروب حتى على الفيسبوك يقول لك نعمل في ريجيم الحليب اللي ما 0% الياغورت 0%، دونك هذا زاد عليه برشا تساؤلات وبرشا اشكاليات. احنا عملنا ابحاث على هذوما لي زاليمون اللي فيهم الليغاسيون نوتريسيونيل، معناها تلقاه زيرو سكر صفر ماتيير غراس اكسيتيرا. في الحليب ماهيش مشكله، مي مثلا في الياغورت والجبن، تو ناخذ لك ليكزامبل نتاع العبيد اللي يحبوا ياخذوا هذوما الحاجات اللي خاليه من الدسم اكسيتيرا، اذا كان ما تلقاش على البوم نتاع الياغورت ياغورت، راهو مش ياغورت، راهو فيه الياغورت معناه فيه الحليب فيه الخمائر، مي كي نحيو لك انت المواد الدسمه باش يعوضوها المصنعين باش يعطيوك التكستور اونكتيوز
ياكل تبدا معناها نتاع الياغورت والا الجبن اتاتيني يحطوا فيه الجيلاتين يحطوا فيه لاميدان انت والمصنع من يحطوا فيه تلقى أربعة وخمسة مضافات غذائيه تعمل لك اكثر من اللي لو كان خدينا ياغورت عاديه تاخذ ياغورت عاديه معروف قداش فيها المواد الدسمه وتنقص المواد الدسمه من حاجات اخرى هو كالكول معناها بالعكس انا ماذا بيا تاخذ مواد دسمه صحيه كو معناها تاخذ هالمواد هذيا المواد الغذائيه معناها اللي هي من منزوع منها الدسم مي محطوط حاجات اخرى اللي راهو لازمنا نعرفوا لاميدان هذيا موديفي يستعملوه برشا خاصه في لي برودوي ديتيتيك هذوما المنزوع منهم الدسم اللي يعطيك الليزان واللي هو توا احنا مشكوك فيه على خاطر لو تريتمون تاع لاميدان معناها كيفاش يعملوا له تريتمون باش يخرجوه كيميائي كله معناها عندنا برشا تساؤلات خاصة للسرطان ديما نمشيو نرجعوا لك الأمراض معناها الغير منقولة اللي هي تهدد صحة الإنسان عبر المواد الغذائية. طيب احنا على كل مرة نحلوا نافذة معاك دكتورة رنا باش نصحوا لأنه بالحق أنا واحدة من الناس نستفيد من الفقرة هذه برشا معتقدات غالطة المجال في صحتك بين يديك إن شاء الله أن نصحوها. شكرا لك دكتورة رنا الغيلوف يعطيك ألف صحة مشكورة على الحضور معنا باش نمشيو للدبارة اليوم وإن شاء الله ما تنقضنيش برشا مدام رنا لأنه يظهر لي صحية فطورنا لليوم وعلى البخار طيب الحوطة نتاعنا تفضلوا.